الله، شايفين البنت جميلة ازاي؟ يا ترى هنسميها ايه؟ بصراحة مش عارف، خلي فادي هو اللي يختار الاسم. يلا يا فادي اختار اسم لأختك. معرفش، سموها زي ما انتوا عايزين. خلاص انا هسميها فرح، يبقى كده عندنا فادي وفرح. طيب يا فادي مش عايز تشيل أختك شوية؟ ماشي هاتي أشيلها. بصراحة هي مش وحشة بس مزعجة قوي. هي علشان صغيرة بتعيط كتير. يلا بينا نرجع البيت. أنا متأكد إن هما هيهتموا بيها أكتر مني وهيدولها كل اللعب بتاعتي. فادي أنت بتلعب بقالك كتير، أنا عايز ألعب شوية. فرح امشي دلوقتي، انا في وسط الماتش قدامي نص ساعة. انت يا بنت بطلي عياط، ماما تسمع. في ايه في ايه بتعيطي ليه؟ ماما فادي مش بيخليني العب معاه. ولد الكلام ده حقيقي؟ ماما انا مش عايز العب معاها. ولد دي اختك الصغيرة لازم تاخد بالك منها، مش تخليها تعيط. سيب الكمبيوتر حالا وخليها تلعب مكانك شوية. شكرا قوي يا ماما. انا هنزل اعمل الاكل ومش عايزاكوا تتخانقوا تاني. شكرا قوي يا فادي ان انت هتخليني العب شوية، انا فعلا مبسوطة قوي. انت كمان مبسوط؟ مبسوط طبعا. الله مالك بتتكلم كده ليه يا فادي؟ شكلك مش مبسوط، انا عايزك تنبسط وتفرح. ده انتي رخمة رخامة، من ساعة ما اتولدتي بيجيلك كل حاجة. ده ايه ده؟ وكمان بابا وماما مدلعينك. يا فادي انت بتكلم نفسك ولا ايه؟ لا ما بقولش حاجة، هسيبك تلعبي. لما العب بقى توكا بوكا. فرح فادي يلا العشاء جاهز. ايه رايكم في الاكل يا ولاد؟ جميل قوي يا ماما. ماما انا عايزه اجرب الاكل بتاع فادي. لا طبعا السندوتشات دي بتاعتي ولا حد هياخدها. ولد انت ازاي تكلم اختك كده؟ فيها ايه لما تاخد اكل منك يعني؟ بس يا بابا ده الاكل بتاعي. خلاص عقابا ليك مش هتتعشى معانا، يلا اطلع على اوضتك. بس يا بابا انا جعان. خلاص يبقى تدي لاختك من الاكل بتاعك. ماشي يا بابا حاضر. اتفضلي يا ست فرح الاكل اللي انت عايزاه. شكرا قوي يا فادي. شكرا يا بابا. يلا علشان احنا جوعنا قوي. الموضوع كده بقى كتير قوي، انا لازم الاقي حل. ايوه لقيتها، انا عارف انا هعمل ايه. ازيك يا بابا عامل ايه؟ اهلا ازيك يا فرح. ارجوك يا بابا ما تزعلش من فادي. انا بس كنت زعلان منه عشان مش راضي يديك اكل. معلش يا بابا تلاقيه كان جعان ولا حاجة، فما تزعلش منه انا مسامحاه. خلاص وانا كمان مش زعلان منه، واتفقنا انا ومامتك ان هي تكلمه وتفهمه ان اللي عمله ده غلط. تحب اعمل لك عشا يا حبيبي؟ عشان فرح تاكله تاني. لا ما تقلقش، خلاص بعد كده هنعمل العشا كله زي بعض علشان ما حدش يزعل، وكمان بابا ما بقاش زعلان منك. ايه ده؟ ده بجد؟ شكرا قوي يا ماما. يلا اسيبك تكمل لعب. برضو مش هسيب حقي. يلا يا فادي هنكسب. يلا يا فادي. اسكتي بس اسكتي. يلا يا ولاد الجو جميل، تعالوا نخرج النهاردة. يلا قولوا تحبوا تروحوا فين؟ اخيرا يا ماما انا نفسي اخرج بقالي فترة، يلا نروح نلعب بولينج. لا بلاش بولينج يا ماما انا مش بعرف العبها. طيب يا حبيبتي تحبي نروح فين؟ انا من رأيي يا ماما ندخل سينما. فرح سينما ايه؟ انا مش بحب الافلام. خلاص يا فادي مش مشكلة، النهاردة ندخل سينما وبعد كده نروح البولينج في يوم تاني. معلش اختك الصغيرة بقى وعايزين نفرحها. بس يا ماما انا مستني اليوم ده من زمان. معلش يا حبيبي اوعدك المرة الجاية نروح البولينج. يلا يا فرح تعالي عشان تلبسي. لا ده كده كتير قوي بقى، انا هعمل اللي على مزاجي المره دي. فادي يلا احنا جاهزين.
انا عندي قرار، لو انتوا رايحين السينما انا مش جاي معاكم، روحوا مع فرح لوحدكم. ولد انت بتقول ايه؟ زي ما سمعتي كده، خلاص انا زهقت من فرح. ليه بتقول كده يا فادي؟ عاجبك كده يا ولد؟ خليت اختك تعيط، يلا بقى صلحها وخليها تسكت. ايوه استعبطي، كل مره بتعيطي علشان يعملوا لك كل اللي انت عايزاه. اسكتي بقى. بنتي فرح، بنتي يلا خدها على المستشفى بسرعه. بنتي انا خايفه عليها قوي، هي هتطلع من العمليات امتى؟ دكتور ارجوك طمني على بنتي. للاسف بنتكم من الوقعه ومن الصدمه مش تقدر تتكلم تاني. لا يعني ايه، انا مش هسمع صوت بنتي تاني؟ اكيد في حل، ارجوك يا دكتور ساعدني ارجوك. اعتقد الموضوع حاله نفسيه، ربنا قادر على كل شيء، ممكن يرجع لها صوتها تاني بعد اذنكم. بابا ماما انا اسف، انا اسوأ ابن في الدنيا، انا ما كانش قصدي اوقعها. انت السبب، انت ما كنتش بتحب اختك. ايوه انت اخر واحد انا عايز اشوفه دلوقتي، يلا اطلع برا المستشفى، انا مش عايز اشوفك. انت اللي عملت كده في اختك، حرام عليك، انا عمري ما هسامحك يا فادي على اللي انت عملته ده. يلا امشي من قدامي، انا مش عايز اشوفك. حاضر يا ماما. فرح انا مكنتش عارف اني بحبك كده، صدقيني ما كانش قصدي اوقعك. ارجوكي قومي وتكلمي، انا هخليكي تلعبي كل الالعاب بتاعتي ومش هزعلك تاني ابدا، برغم ان انتي كنتي مزعجه بس انتي كنتي احسن حاجه في البيت. انا مش عارفه انا عملت كده ازاي في اختي. فادي عايزه العب معاك. صوت فرح لسه في ودني، انا هصلي وهدعي ربنا اني اسمع صوت فرح تاني. مكتوب على النت ان في الحالات دي نفسية المريض لازم تكون كويسة، انا لازم اساعد فرح واخليها مبسوطة. فرح انا جبتلك نوع الايس كريم اللي انتي بتحبيه، ارجوكي حاولي تاكلي. دي مش راضية تاكل، انا هحاول في حاجة تانية. ارجوكي اتحركي يا فرح ارجوكي، اللعبة هتعجبك قوي، انتي مش عايزة تلعبي ليه يا فرح؟ طيب مش مهم، تعالي انا هوديكي مكان انتي بتحبيه قوي. الفيلم حلو قوي، يا رب يكون عجبك يا فرح. للأسف مش هتعرف ترد عليا. لا هرد عليك يا فادي. ايه ده فرح انتي بقيتي تتكلمي؟ ايوه يا فادي انا مبسوطه قوي اللي انت حاولت تفرحني، طول عمري كان نفسي اخرج معاك من زمان. انا اسف يا فرح، انا ما كنتش اخ كويس بالنسبه لك، بس انت فعلا طلعتي احلى حاجه في البيت، وانا عمري ما هزعلك تاني. وانا بحبك قوي يا فادي.